ومعانا الفقرة اللي انتوا وانا واصحابي كلهم بنستناها علشان نشتغل بايدينا. معانا ايه يا بنات النهارده؟ يا ريت توضحوا لاصحابي. كل واحده تقول حاجه. نعم ابدأي يا مريوس. مريم ابدأي بمريم. ابدأي يا مريومة وضحي ايه اللي معانا يا حبيبتي. معانا يعني مخدة. كيس مخدة قديم. كيس مخدة قديم. تمام. ومعانا شريط ستان. ومعانا الوان ميه. ومعانا الوان فلوماستر. معانا ايه تاني يا مريم؟ ومعانا بساطة الشمع لو ما عندكوش لازم. ومعانا هنا الشاليموهات. ومعانا الزراير. ومعانا ورود. ومعانا كور. ومعانا ستيك. ومعانا ايه تاني؟ ومعانا مقص وقلم رصاص. ومعانا الوان ميه. ميه كده خلاص عرفنا. جميل. دي الادوات اللي معانا وعرفتوها لاصحابي. يلا ورونا هتعملوا ايه عشان اصحابنا يقلدونا. اول حاجه حطي ده هنا كده الشريط ده باللزق. بس باللزق. حطي الاول اللزق عليه. كده ولزقها جامد. تمام. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنلزقه على كيس المخده. وده طبعا كيس مخده قديمه عندنا. ايوه. تمام عشان ما نرميهوش. تمام. أيوة. بدل ما يترمي ممكن نجدده بشكل جديد. صح صح. ونرسم عليه. نعمل ده مع كيس المخده. وممكن مع ايه تاني يا بنات؟ مثلا تي شيرت. صح؟ صح. صح. ونقص هنا الزيادات. نقص الزيادات بعد ما لزقنا شريط الستان. و لا بس كده. انا ما عندي زيادات. بس بنجيب غلزة واحدة كمان. لعلمكم بقى يا اصدقائي الفقرة دي مختلفة جدا وان شاء الله تحبوها. وانا كمان حبيتها. وانا كمان حبيتها خالص. وانا كمان بحب الفقرات دي اللي هي بتاعت الرسم. انا متاكده ان اصحابي لما بيشوفوكوا بتعملوا حاجه بيحاولوا يجربوها في البيت علشان بيبقى شكلها حلو. صح؟ اكيد. واكيد اللي هي زي الالعاب دي وعشان يستفيدوا من الادوات القديمه اللي عندهم. مظبوط مظبوط. بعد ما هنعمل شريط الستان المفروض نعمل ايه يا بنات؟ نرسم او نكتب اسامينا او اي حاجه. بس المهم ان احنا نزوق بزراير او شاليموهات الاكسسوارات الموجوده او ورود او الاكسسوارات اي حاجه متاح. يعني لو خرز مثلا او حاجه كده. صح. أو اي حاجه بس متاحه عندنا. المتاحه عندنا ممكن نرسم ممكن نلزق. المهم ان يبقى شكله جديد ولطيف. صح صح. بصي انا كده فاضل لي 2 من شريط الستان. يلا منى قربت تخلص. وانا كمان انا فاضل لي واحده. ومريومه قربت تخلص. يلا يا فيروز مشي ايدك اهو. خلصت كمان فاضل لي واحدة. تمام. انا خلصت اهو. ابدا بقى ارسم. هنبدا نزوق يا اما بالرسم يا اما بلزق الاكسسوارات حسب الرغبة. احنا عندنا ورود اهي. اول حاجة زراير. اول حاجة بحب ابدا بيها الشمس كده. انا قربت اخلص اخر شريط ستان. وانا كمان انا خلصت اول شاطرين شاطرين. انا خلصت أو آخر شريط وهبدأ أرسم. إذا كانت واحدة بترسم إيه رأيكم البنوتة التانية تعمل لزق للإكسسوارات للزراير مثلا؟ أنا هرسم وزينها برضو بالإكسسوارات. أنت كمان هترسمي يا مريم؟ أه هرسم فراشة. طب إيه رأيك أنت بقى يا فيروز تلزقي الزراير بشكل معين؟ على ما أظنش لا. أنت كمان حابة ترسمي؟ أه أنا هزين حالا بالزراير. وانا هنا اكتب اسمي. وانا هنا هلزق العصيان. تمام. انت بترسمي فراشه وبعد كده هتزوقيها بالزراير. منا تمام تمام. ممكن يا منا بترسمي ايه؟ شمس. لا رسمت الشمس وهكتب اسمي على الستيك. مش عايزه الوان. انت هتلزقي الستيك ده؟ اه لون الوان. طب احنا عايزين نخلص واحده عشان نفرجها لاصحابنا شكلها النهائي هيبقى شكله عامل ازاي. وانا كمان برضو قربت اخلص بس محتاجه اللون الاحمر. في احمر؟ لا مفيش. ايوه ايوه فعلا في احمر كده.
تمام، والزق الستيك من تحت كده. ادي فراشة. انا هرسم بقى حاجة غير مريم، بس هي فراشة فيها حاجة زي الفراشة. ايه بقى يا فيروز اللي انت بترسميها؟ ايوه بس لسه في حاجات تانية هعملها فيها. وانا كمان. ايوه ايه الرسمة؟ وضحي لاصحابنا بترسمي ايه. برسم فراشة وهرسم جنبها وردة وبجنينة. تمام. وانت يا منى بعد ما لزقتي الستيك هتعملي ايه؟ حطي وردة في النص كده. تمام. طبعا متاح نزوق ال انا هزين بالزراير بس باشكال معينه. متاح يعني نزوق كيس المخده حسب ابداعنا. مظبوط مظبوط حسب ذوقنا. يعني هي ورده مثلا. انا هوريك يا لولي عشان انت كنت عايزين ازوق بالزراير وانا زوقت. بصي كده فاضل الوردة، اعملها بلون مثلا ايه؟ ايه رايك لولي يعمل الوردة بلون ايه؟ تعملي ايه؟ الوردة بلون ايه؟ اعمليها مثلا احمر اصفر. ماشي اعملها بالاصفر. بس اديني اصفر معاكي حسب رغبتك. ماشي ممكن اعمل وردة كده. ممكن اعمل وردة كده. انا كده خلصت. وانا قربت اخلص. تمام. وانا قربت اخلص برضو. نفرج اصحابنا الشكل النهائي بيبقى عامل ازاي. حاضر نوريكو. كده انا خلصت الورده وانا عامله الجنينه. هو ده الشكل بتاعي النهائي. شكلها جميل وفي منتهى الرقه يا منى. حلوه قوي، برافو عليكي.